ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ بنتكلم على ايه هو الذكاء الاصطناعي الاول عشان ما نقعدش نقول بقى كلام كتير وتبقى الدنيا متلخبطه. الذكاء في الانسان العادي هو اللي بنانا عايزين ننقله للاصطناعي، فعشان كده ده كلمه الذكاء. نفهم الاول يعني كلمه الذكاء. الذكاء في الاساس هو الانسان، بعد كده نقول اتنقل للاله. الانسان بيقدر يحفظ، ده نوع من انواع الذكاء، بيقدر يفهم اندرستاندنج، وده نوع برضه من انواع الذكاء. وبعد كده بيقدر يحصل عمليه الاستنتاج اللي هو كذا وكذا وكذا، فانا يبقى كذا، انا بقدر استنتج خلاص، وان انا اميز ما بين الاشياء، ده برضه ان انا نوع من انواع ايه الذكاء. وكذلك نوع من انواع الذكاء ان انا اتعلم وابدا اخزن معلومات جديده وابدا اعملها بروسيسنج وابدا استنتج منها الجديد. والاهم طبعا ان انا اقدر اتنبا. والتنبؤ هنا مش ضرب ولا على حاجه، لكن ان انا اقدر اقول برضه بعباره عن استنتاجات يبقى هيحصل كذا طبقا لي معادلات طبقا لاي شيء، ان انا اوصل داخل البريدكشن او الايه التنبؤ. كل دي من انواع الذكاء. خلاص تيجي بقى الايه لتعريف الذكاء الاصطناعي. كان كده بنتعرف على الذكاء الاصطناعي وبنتوه فيه كتير، لكن في تعريف جميل جدا عمله دان وبيتر، وده لو هنحطوا اللينك بتاعهم ان شاء الله على في وصف الفيديو. الناس دول بسطت الدنيا على الاخر خالص. قالت لك الاي اي 2 في 2 و2 في 2. ايه 2 في 2 و2 في 2؟ المعادله الجميله اللي هم عملوها دي. المعادله بتاعت 2 في 2 قال لك عندك 2 بيبل و2 راشنال. راشنال يعني شكل منطقي او تفكير منطقي او يعني نفهم بشكل طبيعي او مفاهيم مظبوطه. طيب دي اول اتجاه، وقال لك الاثنين التانيين 2 اكت و2 سينك. وقال لك بقى تعالى شوف بقى 2 اكت تتفاعل بشكل ما و2 سينك تفكر باثنين تانيين. قال لك نعمل بقى الخليط ده الاثنينات دي كلها مع بعضها، هنطلع ايه؟ مفهوم الذكاء الاصطناعي. بمعنى قال لك يا اما تسينك تفكر، لو خليت يعني لو اضفت على البروجرام بتاعك او السوفت وير بتاعك او الماشين بتاعك بعض السمات عشان تطلع من ان هي برنامج عادي الى برنامج ذكاء اصطناعي، لو خليتها تفكر بشكل تفكر يعني سينك بشكل زي الناس، يعني الفكر التفكير عندنا كبني ادمين زي مثلا برنامج بيقدر يعمل علاقات معينه او بيفكر بشكل معين، او لو قدرنا نخلي الاله تقرب لتفكير البني ادم او البروجرام بتاعك يقرب لتفكير البني ادم، ادي اول طريقه. ما انت كده في اول اتجاه. الاتجاه الثاني انك تخليه يأكت زي البيبول، يعني يعمل انسان بيعمل حاجه معينه او بينزل بشكل معين على السلم او بيعمل مش عارف ايه او بيفكر بشكل او بياخد اكت حتى في شغله ديسيجنز، يعني بياخد قرار يشتري حاجه او يسيب حاجه او يعمل، لو البرنامج بتاعك اتضاف عليه حاجات تاخد اكتس بتتفاعل زي البني ادمين، يبقى ده الاتجاه الثاني. نفس الكلام دوت حطوه الناحيه الثانيه مع مين؟ مع الشكل المنطقي الراشنالي مش البيبول. وقال لك خلاص لو عملت السينك، لو خليت الابلكيشن بتاعك السينك بشكل راشنالي، يبقى انت كده قربت ازاي؟ خليت البرنامج بتاعك يقرب للذكاء الاصطناعي، او خليت الريبورت بتاعك يقرب للذكاء الاصطناعي، او لو خليته ياكت بشكل راشنالي. طب بشكل منطقي حصل كذا لازم يحصل كذا، حصل كذا بيحصل كذا، والبرنامج بياخد الاكتس دي بشكل اوتوماتيك، او الريبورت بتاعك بياخد، او الماشين بتاعتك متوسطه في الكمبيوتر او غيره بشكل منطقي. يبقى كده باختصار يبقى خلاص التعريف 2 سينك او اكت، الناحيه الثانيه بيبول و راشنال بشكل منطقي. امسك الثينك يبقى ثينك كبيبول او ثينك بشكل راشنالي، الناحيه الثانيه اكت كبيبول او اكت بشكل راشنالي، يبقى انا كده البروجرام بتاعي او الروبوت بتاعي او اي حاجه بدات تقرب للذكاء الاصطناعي.